جلسه جديده مع نادي الزمالك ويحصل عقد جديد باتفاق جديد، ولا هو الموضوع بالنسبه له منتهي؟ لا شيكابالا هيطلع بره. منتهي؟ لا شيكابالا هيحترف. طب جاي العروض منين يعني غير الشباب السعودي؟ لا الشباب السعودي ده عرض ضمن العروض. يعني انا عايز اقول لك يا استاذ محمد، ممكن نقول باختصار فعلا كل انديه العالم، بس طلع منهم مانشستر وتشيلسي والارسنال وريال مدريد وبرشلونه وبايرن ميونخ اللي هم رؤوس الدوري في كل انواع العالم. فرنسا تقريبا كلها، بلجيكا تقريبا الانديه الكبيره بس، انجلترا اكتر من 5-6 نوادي، المانيا. إيه في انجلترا مثلا؟ انجلترا بلاك بيرن واستون فيلا وفولهام وبرمنجهام، كل الناس دي كانت عايزه تربينه رسمي. تربينه رسمي وعلى المواقع بتاعتهم وعلى السيطات، وادخل اشوف. ده حتى في منتدى بتاع جماهير مانشستر يونايتد من حوالي شهر كتبوا ان اللاعب الوحيد اللي هيعوض غياب كريستيانو رونالدو شيكابالا المصري. ده كانت على المنتديات والجماهير كلها طلبته، وانديه في اسبانيا برضو طلبها. كان في فالنسيا وكان في اسبانيول وكان في ريال بيتس ومالاجا، في انديه كبيره في المانيا، كان في فيردر بريمن وفي فلاسفبورج. عايز اقول لك يا استاذ محمد، يعني وفي تركيا لسه اول امبارح جالتا سراي بتكلم بقوه جدا برضو. طب هو في النهايه شيكابالا عقده ممتد مع الزمالك لغايه ديسمبر. تمام مظبوط، لغايه نهايه ديسمبر. تمام، فهو لما هيرجع ملتزم مع نادي الزمالك الست شهور الجايين اكيد، اول ما الكابتن حسن يقول المعسكر يوم كذا شيكابالا هيبقى موجود، هينضم فورا على اعتبار لازم يكمل الست شهور اللي باقيين. ده لعيب محترف، عقده فاضله في ست شهور. لو نادي الزمالك حابب يتفاوض مع نادي لبيعه، يعني لو قال يلا هات نادي هنجيب 30 نادي مش نادي واحد، هو هيبيع ست شهور بقى. الست شهور دول. تمام. طب شيكابالا دلوقتي من حقه قانونا من وجهه نظركم التوقيع لاي نادي اخر؟ بس احنا في المشكله دي مش هنوقع على اي نادي اخر بعد ما تخلص المشكله، لكن احنا من حقنا نوقع. طب هل استقريتوا على نادي الشباب السعودي استقريتوا عليه مثلا؟ لا، الشباب السعودي من ضمن العروض القويه جدا اللي شيكابالا يفكر فيها بقوه. بيقال ان الشباب السعودي انسحب من الصفقه فعلا؟ لا اطلاقا، لسه الموضوع قائم. لا خالص، في ناس قالت انه انسحب من الصفقه، وفي ناس قالت ان هو حتى عايز يمد مده الصفقه، يعني بدل ما تبقى سنه ونص تبقى سنتين ونص او 3.5. انا عايز اقول لك ان نادي الشباب السعودي كل يوم بيتمسك بشيكابالا اكتر من اليوم اللي قبله. لغايه دلوقتي رغم اللي الزمالك اعلنه واتحاد الكره بيعمله متمسك بيه، وجلطه سراي التركي نفس الحكايه. طب اسالك سؤال بصراحه برضه، بصراحه هل بالفعل الشباب السعودي هو متكفل بمستحقات المحامي وكل تكلفه الموضوع ده؟ لا خالص اطلاقا، شيكابالا من جيبه. شيكابالا هيدفعهم من جيبه، بس احنا متفقين مع المحامي اول ما تخلص القضيه ويروح الترانسفير الجديد. يعني هو متفقين معاه من مقدم العقد الجديد. يعني هو من اول مقدم العقد الجديد هياخد هياخد كام المحامي؟ اتفق على الاتعاب؟ لا خالص اطلاقا، لسه ما اتفقش على الاتعاب. لا لسه خالص. طب هو في شيكابالا مفلس دلوقتي، ما هوش يدفع للمحامي حاجه. تمام. طب اكيد زملاء شيكابالا في الفريق بيحاولوا يثنوا عن السفر او عن الرحيل او يحلوا المشكله. انا عارف انه صديق، يعني عدد من اللاعبين صداقه شخصيه. انا عايز اقول لك ان كل الناس بتقول لي شيكابالا ربنا يوفقك، يعني شوف مستقبلك. حتى زملائه في الفريق شيكابالا بالنسبه لهم، يعني اقول لك ايه، الدلوعه بتاعتهم اللي بيحبوه وهو بيحبوهم. يعني هو اكتر واحد في الفريق محبوب بين الفريق كله، وهات اي لعيب على التليفون واسال اي لعيب. لاعبين قريبين منه مثلا في ميدو طبعا، ابراهيم صلاح، عمر جابر، كلهم بيقولوا له امشي. لا مش امشي، ربنا يوفقك، طالما شايفين خير لشيكابالا في مكان تاني ربنا يوفقك. مشجعينه على ده؟ مشجعينه ان ربنا يوفقه، مش ان هو يعني شايف التوفيق ربنا بالنسبه له انه ياخد تجربه جديده. استاذ محمد، شيكابالا الفتره دي بقى لازم يطلع ويحترف، ولازم يطلع ويكون نفسه ويعمل فلوس وبعدين يرجع. هيرجع نادي الزمالك. لو كان ممدوح عباس مستمر رئيسا لنادي الزمالك، كان شيكابالا زمانه مستمر ولا شيكابالا كان زمانه هو انا مع يعني طبعا مش هسبق الظروف، لكن اعتقد ان كان الوضع يبقى متغير تماما، لان الاستاذ ممدوح مش ممكن يعمل حركه تسجيل العقد من غير ما يقول لشيكابالا. انت كان ليك تصريح ونسبته لشيكابالا، قلت فيه انه كان وقتها في قضيه للسيد ممدوح عباس اكثر من مره، يعني كان متؤجل. انت قلت كان ليك تصريح شيكابالا قال سابقى في الزمالك فقط اذا عاد ممدوح عباس، فعلا الكلام ده؟ حقيقي. ولغايه دلوقتي؟ لا اعتقد دلوقتي ان شيكابالا في الفتره دي لازم يطلع. يعني حتى لو رجع ممدوح عباس؟ لا خلاص كده الموضوع بقى صعب. ما عاتبش السيد ممدوح عباس؟ قال له يعني انا ماضي معاك عقد ازاي تبعته لنادي الزمالك؟ لا اطلاقا. ما حصلش عتاب؟ لا ما حصلش. ما بيحصلش اتصالات الفتره الاخيره؟ لا. شيكابالا غضبان فما بيتكلمش؟
جدا جدا غضبان منه عشان بعت العقد؟ لا مش غضبان من الاستاذ ممدوح، غضبان من الموقف، لا غضبان من الموقف وتسجيل العقد، لا غضبان جدا جدا. اتصدم لما اتبعت العقد لنادي الزمالك؟ يعني هو الصدمه مع استغراب، هي الناس دي عملت كده ليه؟ الناس دي عارفه ان العقد غلط، يعني الناس دي كلهم قانونيين ازاي يعملوا كده؟ طب هو ليه اصلا الاستاذ ممدوح عباس بعت العقد اساسا؟ السؤال ده الاستاذ ممدوح مش ليه. انتوا كنتوا عايزين العقد يتبعت؟ لا هو كان ممكن يبقى يعني ان هو الكلام اللي اتقال اللي سمعناه ساعتها ان عشان المجلس ده يعمل عقد زيه جديد وشيكابالا يمضي عليه ويبقى عقد جديد. طب ما يبعتوا صوره، يبعتوا الاصول يعني. ده اللي حصل له. ولا عشان يبقى الاستاذ ممدوح عباس برأ نفسه امام المجلس والراي العام الزملكاوي؟ استاذ محمد هو احنا بنتكلم في ايه؟ ما القضيه واضحه جدا. القضيه واضحه جدا واضحة. يعني انا مش شايف اي حد يقدر يقول ان شيكابالا من حق الزمالك. يعني استاذ محمد انا هسالك سؤال، لو اتحاد الكوره طلبك شاهد هتقول ايه؟ العقد توقع امتى؟ انت راجل اعلامي، العقد توقع امتى؟ لا احنا من غير ما اقول، انا عندنا مداخله الكابتن ابراهيم حسن بتاريخ 21/8 يعني انا متهيألي لو قايل منذ دقائق تم توقيع العقد. يعني انا متهيألي كل المسؤولين في لجنه شؤون اللاعبين وفي اتحاد الكوره متاكدين تماما ان العقد. امال ايه تفسيرك ان لجنه شؤون اللاعبين بتقول انه الزمالك التوثيق متوقف على سداد الزمالك للفلوس المقابل؟ انا يعني ما اعتقدش متحفظ اكيد لا متحفظ وما اعتقدش ان هم هيقولوا كده. لا قالوا، يعني ده اتقالوا واتحط على المواقع وفي مداخلات. ما هو انا لما كنت واقف مع رئيس اللجنه المستشار احمد الضبع قال لك ايه؟ قال لي بالظبط كده، يعني حاولوا تحلوا الموضوع وماله المبلغ ده، المبلغ ده مبلغ كبير وانتوا يعني مش طبعا مبلغ صغير كبير. ده شغلتها دي. مش شغلته طبعا، شغلة اللاعب هو اللي يقول او لا. لكن وانتوا يعني زي ما تقول ايه، خدتوا اكبر حاجه ممكن تاخدوها من نادي الزمالك ووافقوا وقعدوا وحلوا الدنيا. يا سياده المستشار انا عايز اعرف دلوقتي حضرتك في بنود وفي لوائح، حضرتك انت بتعمل ايه؟ يقول لك لا احنا طلبنا اوراق من الزمالك، ولو نادي الزمالك جاب الاوراق دي احنا هنوثق العقد. طب قول لي حضرتك ايه الاوراق؟ قال لي لا حضرتك انا مش هقدر اقول لك الاوراق. طب وده مش يديك احساس ان في لعب بيحصل؟ لا ما يعني بص انا برضو ومتاكد وواثق. ازاي بس ده نزاع بين طرفين؟ تمام. انت تمثل طرف فيهما مظبوط؟ تمام. فلما تسال وتطلب معلومه لازم تحصل عليها. طيب طالما انت فتحت بقى في الموضوع ده، احنا في حاجه برضو لازم نقولها. نادي الزمالك غير موقفه 180 درجه في المعارضه لاتحاد الكره، رغم ان نادي الزمالك موقع مع الانديه اللي طلبت بحل مجلس اتحاد الكره صاحب الثقه وبعتتهم للفيفا. قصدك جابت المعارضه وبعتتهم للفيفا. اه ودي حاجه هنستند ليها لو رحنا الفيفا، ان بعد التاريخ الشكوى نادي الزمالك غير موقفه. غير موقفه رسمي على ورق؟ غير موقفه ان السيد علاء مقلت حضر الاجتماع الاخير اللي كان عامله الكابتن سمير زهر، وكان ليه تصريح شهير قال لك ان احنا قصتنا مع اتحاد الكره انتهت بنهايه الموسم. تمام. كان تصريح غريب جدا. ولكن انا برضو باكد. انت شايف ان ده الديل بيتعمل؟ يعني انت لا لا حضرتك انا باكد تماما وثقه عمياء في لجنه شؤون، في قرار لجنه شؤون اللاعبين. بقول لك ايه بس لا، لان الدنيا واضحه. انا مش ممكن، انا مش متخيل ان ممكن حد يخالف الكلام ده. بس انا عشره عمر مع اتحاد الكوره، فانا معايا دكتوراه في اتحاد الكوره. يعني انا معايا دكتوراه في معرفه كواليس ودهاليز اتحاد الكوره، فدايما اقول عندي جمله اللي بتغطي بهم عريان، فما تقعدش تتكلم بثقه. بص لو دخل الموضوع في ديل واتفاق وقصه ومصلحه هتتباعوا، يعني عشان بس نكون منطقيين، فاعمل حسابك ان هتحصل خطوات اخرى في التقاضي سواء في الفيفا او في الكاس المحكمه الرياضيه او الكلام ده. والله هو المحامي احنا قلنا له الكلام ده قال هتعدوا على ايديكوا 10 ايام لو رحنا الفيفا. قال كده؟ اه هتعدوا على ايديكوا 10 ايام، لان الفتره دي هي فتره ترانسفير اللعيبه، فالفيفا بتركن كل حاجه وبتركز في انتقالات اللعيبه والمشاكل اللي بين اللعيبه وتخلص الموضوع. بس لو رحنا الفيفا في مفاجآت غير عادية هتحصل. زي ايه؟ ادينا كده يعني. لا مش هقدر اقول لك دلوقتي يا استاذ محمد، بس مفاجآت هتبقى يعني قنابل. قنابل ده في علاقة اللاعب بالنادي؟ في علاقة كل من حاول انه ياخد حق شيكابالا. من النادي ومن اتحاد الكرة؟ كل واحد يعني لزم طريق غير صحيح هتبقى المشكلة معاه كبيرة. يعني من داخل النادي ولا من اتحاد الكورة ولا يعني مش فاهم؟ ما هو انا ما يعني هنشوف القرار اللي هيطلع منين. احنا رحنا الفيفا خلاص، قول لنا بقى. لا خلاص ولا لسه ما رحنا. انا متاكد برضو ان احنا مش هنوصل للفيفا.
انت عندك ورق يعني خطير في المساله دي. يعني هيبقى ايه شمال ويمين، مفيش حد بقى هيسلم بقضية شيكابالا، مش بأي قضية تانية. يعني انا ماليش دعوة بأي حاجة غير بقضية شيكابالا بالورق اللي معايا مع شيكابالا. لسه في عندك مستندات جديدة ما ظهرتش؟ يعني عايز اقول لك ان كل يوم في مفاجأة جديدة في موضوع شيكابالا ده، لغاية لما ناخد حقنا كامل، حق شيكابالا مش هيضيع تاني خالص. عموما كابتن سمير عبد التواب، انا يعني مؤمن ان الحقيقه في هذا الامر او الحق في هذا الامر ان شيكابالا لا الحق في الرحيل ولا الحق في ان يحدد مصيره، وليس لاحد الحق ان يكون له وصايه على شيكابالا. وطالما العقد لم يوثق، وطالما رئيس النادي بنفسه اللي اكد ان هذا العقد غير قانوني في مداخله معانا هنا في البرنامج، فصعب جدا ان احنا نتحايل على القوانين لارضاء نادي ولو حتى بقيمه الزمالك او حتى الاهلي، لان الحق حق والحق حبيب الله، محدش يقدر ينكر ان الحق حبيب الله. انا استاذ محمد بشكرك جدا ان انت اعطيتنا الفرصه النهارده ان احنا نوضح للجمهور ونوضح للناس كلها الكلام اللي هو يعني اللي واضح. بس انا برضو بقول لسياده المستشار جلال ابراهيم مجلس اداره نادي الزمالك، العقوبه مش على شيكابالا، على شيكابالا والزمالك، على شيكابالا والزمالك، وهي معروفه ان الايقاف على اللاعب والعقوبه على النادي. عشان يعني مش حابب اسمع ان شيكابالا عليه 900,000 يورو تاني. تمام، قبل ما اختم مع الكابتن حسن شحاته، ما حاولش يكلم شيكابالا او شيكابالا يكلمه بعد انتهاء؟ هي بص بصراحه التليفونات في البرازيل صعبه جدا. يعني حتى لو لعيبه المنتخب كله، يعني مثلا شيكابالا مثلا بيجمع معايا مره او اتنين في اليوم كله يعني بالعافيه. فعلا، فانا مش تمام. طب انت يعني ما كلمكش حتى كابتن حسن او حد في الجهاز الفني قال لك عايزين نكلم شيكابالا او الكلام ده؟ لا حضرتك، لا لسه. خالص، لا خالص. كابتن حسام حسن كان رايه ايه في الموضوع قبل ما يترك النادي؟ هو كابتن حسام، الموضوع ده حصل كابتن حسام مشي على طول بعدها بيوم، ما كانش لسه ليه راي في اي حاجه يعني. بس كابتن حسام لو موجود ما اعتقدش ان الموضوع زي ده كان هيرضى بيه. واعتقد برضو ان الكابتن حسن مش هيرضى ان يشوف لعيب عنده بيتظلم ويقف ساكت. علاقه كابتن حسام حسن بشيكابالا كانت علاقه قويه. وعلاقه الكابتن حسن بشيكابالا علاقه اب لابنه ايضا. ايضا، وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن اسامه نبي يعني حبهم لشيكابالا يعني كبير جدا جدا جدا، وهم يقدروا الموقف. شيكابالا لا يتواصل مع احد على الاطلاق غيرك انت في الوقت الحالي، في الوقت الحالي، ولا يرد على اي احد في النادي. هو برضه مش يعني ما فيش حد يعني حاول يكلمه، اعتقد هو في البرازيل برضه يعني ما اعتقدش ان في حد حاول يكلمه، والتليفونات برضه انا باكد لك صعبه جدا. ما حدش معاه نمرته؟ لا، ما كانش معاه حد غير مع كابتن وليد بدر والدكتور اشرف صبحي. هم دول بس اللي كانوا بيتواصلوا معاه. تمام، كابتن سمير عبد التواب انا بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان تظهر الحقيقه قريبا وان يحدد شيكابالا مصيره، وربما يكون رغبته فجاه ان يبقى في الزمالك، بس يبقى هو اللي مقرر ده. الله ينور عليك، هو اللي مقرر ده، ما يبقاش مفروض عليه ده، لان في النهايه هو اللي يمكن يلعب غصب عنه. تمام، وانا برضو عايز اوجه رساله لمجلس اداره نادي الزمالك، لحد هذه اللحظه شيكابالا ممكن يجيب فلوس كويسه لنادي الزمالك لو بعته. مع ان بقى 6 شهور، بقى 6 شهور، كام مثلا في 6 شهور دول؟ لا انا مش هقدر اقول رقم، بس ممكن يعني يجيب، يعني ممكن يتعمل 1000 يعني. انا في رايي ممكن ياخد مبلغ ويعمل ريسيل في الترانسفير بعد كده، وممكن لما شيكابالا ياخد بطولات يعني يعمل عقد كويس بين النادي اللي هيشتريه وبين شيكابالا. بس سؤال اخير، اتفضل. انا افترض نادي الزمالك دلوقتي جابك وقال لك يا سمير احنا عايزين شيكابالا، يعمل عقد جديد واحنا موافقين لاعارته سنتين. الكلام ده كان ممكن جدا قبل قبل توثيق العقد. بعد توثيق العقد مفيش حسن نوايا، مفيش حسن نوايا. انما كان شيكابالا ممكن يوافق على ده. كان ممكن يوافق، انه يطلع اعاره سنتين ويرجع تاني على الزمالك، كان ممكن يوافق. لكن دلوقتي بس مش شايف ان ده حل كويس، حل وسط يعني؟ ما هو ده كان حل كويس وكنا بنتكلم فيه وكنا ممكن ننفذه. بدات كنت بتفكر فيه؟ كان في الدكتور صبري، الدكتور محمد صبري ابو علم، برضه من محبين الزمالك، وكان طبعا راجل محترم جدا، كان كلمني في التليفون وقال لي ما نعمل كذا كذا، وكلمت شيكابالا وما كانش في مشكله. بس دي يعني هو نادي الزمالك افتكر كده ان هو مسك شيكابالا. ده كده انت يعني عارف الانسان لما بتذاكى اكتر من اللازم الموضوع بيبوظ ويقلب الضد، فالزمالك اتذاكى. بس انا مستغرب له ان مجلس الاداره ده رئيسه المستشار جلال ابراهيم، واحد اعضائه الدكتور اسامه المليجي، وده كان استاذي في الكليه. انت لسانسح اول؟ لسانسح اول، كان استاذي في الكليه. يعني هم مش عارفين ان انا ممكن بالعقد ده، انا مش هعمل كده.
انا مش هعمل كده، انا مش هعمل كده. العقد ده اروح اطابق التوقيع بتاع محمود شيكابالا بتوقيع رئيس النادي واعرف ان الفرق بينهم 9 او 10 شهور وكل ده يبقى بطل؟ عيب قوي لما ابن نادي الزمالك يروح المحكمه ضد مجلس الاداره. هل انتوا لو في عدم لو 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 وصلتوا يعني مش هنوصل. الفيفا الفيفا هتجيب لنا حقنا، الاتحاد المصري الاول هيجيب لنا حقنا، لكن انا بقول مش عايز اعمل زي جده. الاتحاد المصري زي جده مش عايز اعمل زي جده. انك تروح المحكمه انك تروح المحكمه لان دي كانت خناقه باللاعب مش ابن النادي. جده طبعا لعيب كبير وربنا يوفقه، بس مش ابن النادي. عيب قوي لما مجلس اداره نادي الزمالك طعنوا بالتزوير في الكلام ده. مش بالتزوير، مطابقه فرق التوقيت بين الامضه بتاعه شيكابالا وامضه رئيس النادي. ودي بتلجأه الخبير في المحكمه وبيقول دي مش هتاخد بقى ربع ساعه. ممكن توصلوا للمرحله دي مع نادي الزمالك؟ لا، مع نادي الزمالك لا. تمام كابتن سمير عبد التواب، انا بشكرك شكرا جزيلا. حابب تضيف حاجه؟ لا ميرسي جدا، بس انا بقول لجمهور نادي الزمالك كله شيكابالا بيحبكم جدا جدا جدا، وهو كان نفسه يقعد، لكن انتوا كجمهور بتحبوه مش راضين باللي حصل، باللي حصل منه في مجلس الاداره. وربنا يوفقه ويرجع بقى لنادي الزمالك تاني ان شاء الله، بس سيبوه يحترف